كنا روحنا بعد الرأس يا خالي. أقول زهقتوا مننا. أنت دلوقتي ما تدوريش على الضمير، أنت تدوري على مصلحتك. وناخد منير بذنب مجدي ليه؟ مش بزيادة عليك ضيعت ثروتك، وكمان عايز تضيع مستقبل الواد المجنون ده. يا طيري قولي شايفاك تملي بتخبي مني. مدام حضرتك سايباني ومشغولة بعصفوري. كنت بوكله. ما وراكش شغل؟ مفيش كلية مفيش مدرسة؟ ما هو أنا أصلي عصره ما نمشي إلا وش الصبح كان بيذاكر. كان بيذاكر؟ مش هبطل دافع عنه. طب هو سمعت الغنوة اللي حفظتها اول امبارح. الغنوة؟ مش تغليها لما اصحى. كلمة بسرك ما تقولش لحد، قلبي يحبك حب مالوش حد. كلمة بسرك بيني وبينك. يهمك ايه ما انت ضاربها صارمة ولا على بالك. ازيك يا عمي؟ الله يسلمك يا بنتي. قلبت. دور تعدل. تعدلنا. اقلع. ايه الحكاية؟ معرفش. واحدة ست يا دادا، واحدة ست طلبته في التليفون. احلفك يا لولا. وفايدة الحلفان ايه؟ هيرجع لي شغفي. وعامل لي عيان ومتكففني في بطاطين. مش كفاية انك انت فرسان ضيعت لي فلوسك في السهر والهلس، وجاي تضيع ابني كمان؟ لا 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 لا، ده كتير قوي خالص. ما شاء الله. بتغش. الامل كبير اني اشوف سعيد بتوازن بنتك سميحة، لكن مفيش اسم. ايه الكلام ده؟ ما تقولش كده يا طلال. ما اقولش ازاي؟ سميحة زي ما هي بنتك بنتي، وانا يهمني مستقبلها، وعليه فانا احلك من اتفاقنا بخصوص جدك، واتمنى ان ربنا يرزقها بواحد يكون احسن منه الف مرة. يا طيري ساكت ليه والحزن عائد لسانك؟ انت هتسلم وتسمع الكلام اللي بيقوله امك. سامع يا فندم. ولما انت سامع ما بتنفذوش ليه؟ وتملي حرف وشك في الارض عشان ايه؟ وقع منك حاجه؟ بتدور لك على عقد سجاره؟ ايه الالفاظ دي؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ العفو يا فندم. ما كنتش عارف ان انا بكلم صاحب العز. معلش يا صاحب السعاده. طب استنى عليا اما جبت لك حد يخلصك ان منير يحبسوه. صحيح يا طن. ايوه يا بنتي. ما تقدريش تكلمي بابا عشان يسامحوه. رمز الاخلاص والوطنيه. وعندك غيره قد ايه؟ 24 ساعه. طيب اخويا الله يهديك. انا العسكري منير طلعت جايب الاوراق دي لسعاده القائد. هاخد الحاجات اللي امر بيها سعادته للمناوره. اه بقى كده. ايوه يا فندم. من اصعب مني في الدنيا بحاله، ما بحبش فيها غير بس جمالها. من اصعب مني، من اتعس مني في الدنيا بحالها، ما دام اللي في بالي انا مش على بالها. يا رجال الجيش يا روح الوطن. منير الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله مالك؟ مفيش حاجة، أنا جاي أزور حضرة الضابط علي أفندي حنفي. هو ده اللي اسمه علي حنفي؟ ليه؟ أنت ما كنتيش تعرفيه؟ ابدا ولا عمري شفته. ده لسه جاي النهارده. ايه؟ لا يا شيخه. اضحك للدنيا تضحك لك وتمتع فيها على مهلك. شوف عروستنا يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله. هاتي بوسه لبابا بقى.